بابارازي الجورنال. بابارازي الجورنال مازالت معاكم حد الستة متاع العشية وتوا وقيت التخربيشة. تخربيشة سنة، يلا ش عندك تخربيشات لليوم؟ هات نبداو بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي اللي يقول ميزانية 2014 أعدت في مكاتب مغلقة. شكلي شكلها فاطمة سرقة. عندك الحق يا سي العباسي، كيفاش يعملوا الميزانية في مكاتب مغلقة؟ عندك الحق. أي طول مرة جيه نقول لهم شو يعملوها في جنينة البلفيدير، تيه بحضة حديقة الحيوانات، غاديك تعملوا مشروع الميزانية، باهي المفيد ما تغشش عليهم وكا. تنظيم القاعدة يعتذر على الهجوم الإرهابي اللي شنو في صنعاء، قال إنه هذه غلطة صارت على خاطر أحد المهاجمين ما التزمش بالتوجيهات. يا لطيف، تي مش مشكلة هاوكا استعرفوا جماعتي غلطة، ما تجيش غلطة في عملية إرهابية، هي اعتذر هاوك القصاص هذا كل مرة يعمل عملها ويعتذر هذا تنظيم القاعدة. وكلماتي وقلت يلا يرحمهم مش نعملوا لهم هاو غلطة هاو غلطة استعرفوا خيانكم، وكما قلوها جاء عون فيه على حفرانك بربوه هربلوا بالفيكس. سالم الابيض يصرح السياسيون يقتلون الشعب. أبون صار السياسيون يقتلون الشعب وانت بابا تتفرج، وزيد لا سيبت كرسي الوزارة ولا رجعت تخدم، معناها معلق ولك معرس ولا مطلق. نختموا بالشيخ راشد الغنوشي كي قال وهنئ الشعب التونسي بمهدي جمعة. هذه الدوخة طبع سكر في الكياس يحسب حتى من 11. أيه هذه جبت فيها يا شيخ، حتى هو ما جاء كان في الدقيقة 90. نصيحتي ليك برا وصي محرزية العبيدي هيك تعمل مقفول الزرير المبروك متاع ولادة رئيس الحكومة وتمشي تعمل به دورة في مجلس التأسيسي، وبالمناسبة لجماعة الحوار هكا قراب في باردو وحلي باش تولي. وانتوما خليكم في بلاصتكم، سمعوكم موسيقى ونرجعولكم. خربيشة